السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة فن الكهرباء. اليوم سنقوم بشرح رائع وسهل، وهو طريقة تركيب مفاتيح فيفيان من نوع فيفيان سامبل. كما تلاحظون في الصورة، هذا المفتاح الأول وهذا المفتاح الثاني، وهو من نوع فيفيان سامبل. كل ما سنحتاجه في هذا الشرح هو لفك براغي أو تورنيفيس، وقطع من الأسلاك قمت بتوضيبها من قبل وهي من نوع الأنسنك. نقوم بفك هذه البراغي ليسهل علينا تركيب الأسلاك بطريقة سهلة وبسيطة. سأقوم بفتحها على هذا الشكل، ثم أخذ قطعة من اللون الأسود وأدخلها في هذا الطرف، طرف المفتاح، وأقوم بالضغط عليه على هذا الشكل هكذا. ثم نأخذ قطعة أخرى من طرف السلك من نوع أنسنك كالأول، يعني لون أسود، ثم أقوم بالضغط عليه في الطرف الثاني من المفتاح كما تشاهدون الآن. قمت بتركيب هذه الأسلاك. سأنتقل الآن إلى المفتاح الثاني وأقوم بنفس العملية الأولى، وهي فك هذه البراغي بهذا الشكل. الشرح بسيط عزيزي المشاهد، فابع معي هذا الشرح إلى النهاية وستحصل على نتيجة إيجابية وسهلة. سنقوم الآن بإدخال هذه الأسلاك في هذا الطرف كما قمنا في الأول، ثم أقوم بالضغط عليه. نأخذ القطعة الثانية من السلك الثاني ونربطه بهذا البلغي في الطرف من المفتاح على هذا الشكل. أرجو أن تظهر لكم الصورة بجودة يعني تتيح لكم رؤية هذه الطريقة بشكل جيد. قمت بتزييره أو الضغط عليه كما تلاحظون، هذا هو الشكل. سننتقل الآن ونأخذ أو الفاز نقوم بإدخاله في الوسط، ثم نقوم بالضغط عليه جيدا هكذا. الطريقة بسيطة كما قلت. ثم نقوم بأخذ هذا الفاز أو السلك الحار، ثم ندخله في الدبور في المكان المخصص له على هذا الشكل. نقوم بالضغط عليه هكذا جيدا. ثم ننتقل الآن إلى المصباح ونأخذ منه، ننزع هذا المصباح، نقوم بتسريحة هذه الأسلاك لتظهر لكم الصورة والشرح بشكل واضح. سأقوم بتسريحة هذا السلك الآخر، يعني أحاول ما أمكن أن تظهر لكم الصورة بشكل أوضح لتسهيل عليكم عملية تركيب هذه المفاتيح. فنحن ما زلنا في دورة تركيب المفاتيح المنزلية من الألف إن شاء الله إلى الياء. نقوم بإدخال الرجل في الوسط، ثم نقوم بالضغط عليه على هذا الشكل، ونأخذ قطعة السلك البارد أو ما يعرف بالنتر، نقوم بتنويه على هذا الشكل وندخله في المكان المخصص له. سأقوم بطيه جيدا بصفة الطريقة، ندخله في النتر، ثم نقوم بالضغط عليه على هذا الشكل. يعني الطريقة سهلة، لا تحتاج منك إلا للتركيز فقط. إذن هذا هو الشكل النهائي كما تلاحظون، يعني طريقة سهلة وبسيطة. سنقوم بتنويه هذا السلك لتقريب المصباح.
لكم أحبتي بالله ليظهر لكم بشكل جيد وواضح. سأقوم بإدخال المصباح من مكانه في الأدوية. إذن هذا هو الشكل النهائي بهذه الطريقة. قمنا بربط هذا المفتاح مع طرف هذا المفتاح، ثم أخذنا سلك آخر وقمنا بربطه مع المفتاح الأول على هذا الشكل كما تلاحظون، ثم قمنا باستخراج السلك الحار من الدبور في زبل إلى الوسط في المفتاح، ثم كذلك قمنا في الطرف الآخر بأخذ ريتر من اللون الأصفر وإدخاله في الأدوية على هذا الشكل، واستخرجنا قطعة نوتر من المصباح وقمنا بإدخاله في مكان النوتر في الدبور أو الفيزيبل على هذا الشكل، والمكان المخصص له هو النوتر. سنقوم الآن على بركة الله بتجربة هذه، سأقوم بربط الكهرباء. إذن الطريقة كما تشاهدون أحبتي في الله فهي طريقة سهلة وبسيطة وتعمل بشكل جيد. هذا هو الشرح النهائي لهذه الطريقة. إذا أحبتي في الله، إذا أحببتم أن أشارككم يعني عمل مصباح آخر يعني يقوم بالاشتغال مع هذا المصباح بضغطة واحدة، يمكننا يعني الحصول على اثنان مصابيح يعني في فيفيان واحد. سأريكم الطريقة، فقط نحتاج إلى نقوم بقطع الكهرباء، ثم نأخذ أدوية وبها مصباح على هذا الشكل. يعني اللي إذا أحببتم زيادة المصابيح ويمكنها أن تعمل بنفس المفاتيح بحيث يكون يعني كلوار طويل شيئا ما، يعني لا يكفينا مصباح واحد فنقوم ب يعني عمل اثنان من المصابيح أو ثلاثة، ويبقى لك الاختيار عزيزي المشاهد. سأقوم بإدخال هذا الرتور في الوسط مع الرتور الأول كما تشاهدون وسط. طريقة سهلة ورائعة هذه الطريقة، يمكنك يعني أن تعمل ثلاثة مصابيح أو ما فوق على حسب رغبتك. سنقوم بطيه ليظهر لكم الصورة بشكل أوضح، ثم نقوم بربط السلك البارد أو النتر مع النتر. سأقوم بفك هذا البغي لأدخل معه هذا السلك، السلك الذي قمنا بزيادته سأدخله وأضغط عليه. ودائما هذه الطريقة قوموا بها وأنتم يعني تقطعون الكهرباء لكي لا تصابوا بصعقة كهربائية، المرجو دائما قطع الكهرباء. إذا هذا هو الشكل النهائي لهذه الطريقة، بحيث يمكنك ربط مصباحين لفيفيان من كلا الطرفين. سأقوم بطي هذا قليلا. طريقة سهلة، سنقوم بمراجعة الآن. قمنا بربط هذا السلك كما تلاحظون بهذا الأدوي، وأخذنا قطعة أخرى وربطناها بالفيزيبل أو الدبور مع المكان المخصص له وهو النتر كما تشاهدون في الصورة. سأترك هذا المصباح مكاني بحيث أنه لا يعطي إضاءة جيدة. سنقوم بتجربة ثم نغيره إذا لزم الأمر كما تشاهدون الآن على بركة الله. يشتغل يعني الشكل النهائي لهذا المصباح فيفيان من نوع فيفيان سامبل بشكل جيد والطريقة فعالة 100% بدون أي مشاكل. سأقوم بانتزاع هذا المصباح وتغييره لمصباح بايونيت على هذا الشكل، ثم نقوم بتجربة والتجربة رائعة جدا. إلى هنا أحبتي في الله نأتي على نهاية هذا الشرح. فإن أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاشتراك ودعمنا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.